وفي سياق النشاطات اليومية، استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب ممثل وزير الداخلية اللواء فلاح الكناني ومعاون مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمناقشة الخطط المعدة من قبل المديرية للحد من تفشي تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني. وقال الهلوب إن المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية تحتم علينا جميعا التصدي لهذه الآفة وما تسببه من زيادة لنسب الجريمة وتأثيرها الكبير على تماسك الأسرة. وخلال افتتاح مبنى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، والتي نفذت بدعم مباشر من قبل حكومة المحافظة، اعتبر الهلوب ظاهرة المخدرات أخطر الآفات لتهديد المجتمع وسلامة المواطنين وإغواء الشباب لتدبير البنية الاجتماعية في العراق. ولفت إلى أن صلاح الدين من أقل المحافظات في تجارتها وتعاطيها المخدرات، داعيا كافة الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون لمكافحة هذه الآفة. اليوم بحضور السيد ممثل وزير الداخلية المحترم والأخ قائد شرطة المحافظة ومعاون مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم افتتاح هذه البناية الكبيرة لهذه المديرية، مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأيضا بنفس البناية تم افتتاح مركز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات في هذه البناية. طبعا هناك توجيهات من قبل الحكومة العراقية المتمثلة بالسيد دولة رئيس الوزراء، وأيضا يعني تعاون كبير ما بين وزارة الداخلية والمحافظة بأن يكون هناك جهد كبير يبذل من أجل دعم هذه المديرية وتوسعتها وتأهيل أبنيتها ودعمها أيضا يعني تشييد المراكز التأهيلية للمدمنين والمتعاطين، وهذا مهم جدا. تأثير المخدرات، تأثير هذه الآفة تأثير كبير على المجتمع العراقي بشكل عام ومجتمع المحافظة، وإن كان صلاح الدين لا زالت في ذيل قائمة المحافظات التي يتعاطى في نسبة المتعاطين أو المتاجرين، لكن يجب أن نتهيأ لهذه المواجهة المهمة وأن نحمي مجتمعنا ونحمي عوائلنا في هذه المحافظة وفي كل المحافظات العراقية من تأثير هذه الآفة. اليوم احنا في محافظة صلاح الدين وممثلين عن معالي وزير الداخلية، وشهدنا افتتاح هذا المركز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الحقيقة هناك دعم كبير من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا مع الوزير الداخلية والسادة المحافظين في كل المحافظات، وخصوصا محافظة صلاح الدين اللي اليوم احنا في هذه المحافظة. حقيقة آفة المخدرات الآن جريمة كبيرة وتحدي كبير، وتشترك كل الفعاليات في الحد من هذه الجريمة، لأن هذه الجريمة تنعكس أيضا على المجتمع والفرد. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى مستوى المحافظات أيضا هناك ضبطيات، هناك إلقاء القبض على تجار دوليين وتجار محليين، وأيضا افتتاح مراكز تأهيل متعاطي المخدرات. الآن حقيقة هنا 5 محافظات شهدت افتتاح مراكز لتأهيل المتعاطين، وهذا إن شاء الله المحافظات الأخرى في طور إنجاز هذه المراكز، وسوف تشهد افتتاح مراكز تلو المراكز بالأيام القادمة. حقيقة هناك جهود كبيرة وهناك دعم كبير للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة مكافحة المخدرات، الآفة الخطيرة الحقيقة. شكرا جزيلا.